السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائنا المشاهدين متتبعي قناة مغارب نيوز، كانت تواجدوا بالحسنية مدينة المحمدية، كانت تواجدوا في واحد البيت اللي كتعيش فيه واحد السيدة هي والابن ديالها المعاق، معاق بمعنى الكلمة، عجل بكرسي متحرك ومعاق ذهنيا فاقد للأهلية. هي كذلك سيدة أرملة غير متزوجة وجالسة في المنزل هذا، ربما هي جالسة غير في واحد البيت فقط هو اللي كتحتكم عليه، بحكم أن هذا البيت هذا هو بيت ديال الأب ديالهم، ومن بعد الوفاة ديالو يعني هما الورثة الشرعيين، وكانت الأم ديالهم باقة في الحياة رحمها الله ورحم الله الجميع. من بعد في 2015 غادا تتم واحد العملية ديال البيع، شكون اللي باع؟ باعوا الخواتات الاخرين والام، لكن السيده اللي موضوع النقاش تصرح وتقول وتؤكد على انها لم تبيع شيئا من الارث ديالها، وكتقول وكتاكد على انها ما بيعاش. وهاد السيده اللي بغى يدخل المحل اللي باعوا ليه خواتاتها امها، اهلا وسهلا ومرحبا، اما هي ما بيعاش. لكن الامر ما اقتصرش على المساله هذه، وانما دخل في القضاء. السيد اللي شرى رفع دعوه قضائيه، بموجبها تم الحكم على هذه السيده هذه والابن ديالها بالافراغ بدون معرفه الاسباب ديال كيفاش تحكم عليها بالافراغ وهي من الورثه وما بيعاش. لكن الاطوار ديال المحاكمه ابتدائيه واستئنافيه كيتم اشعار ديالها بانها دار وخصها تفرغ البيت. ما نطولوش بزاف في هذا الموضوع هذا، وغادي نشوفوا السيده المتضرره تعطينا الاسم ديالها وتقول لنا القصه كيفاش وقعت من البدايه. السلام عليكم لالا. السلام عليكم. تفضلي لالا، الاسم ديالك؟ الاسم ديالي فاطمه. نعم لالا. انا وقع لي هذا المشكل ديال الدار، ناضوا خواتاتي باعوا في 2015. نعم. انا ما باعش حقي، داز الوقت، جاتني استدعاء، مشيت للمحكمة حضرت فيها، ملي سولني الرئيس قال لي واش تهضري على راسك ولا ديري محامي، قلت لي غنهضر على راسي. هز الدوسي ديالي عطاه السيد اللي حداه، خرج بحالاتي انا جيت، عقبت جاتني استدعاء، جات زلسة اخرى، دزت عاد مرا ما حضرش معايا لا هو لا والو، صافي بقيت بحال هكاك، ما بقيتش جاتني لا استدعاء على حتى شي حاجه، ما بقيتش مشيت للمحكمه، ما بقيتش سولت، ما والو، بقيت باركه. شي عامين دابا جاتني استدعاء ديال 2000، جاتني استدعاء ديال استغلال 6 مليون و4. تحكم عليك بالمحكمه ب 6 مليون و4 ديال استغلال. يعني انت كتستغلي الدار؟ انا مستغله الدار ماشي داري، وانا وريثه. علاش مستغله الدار؟ انا باركه في حق با، في حقي. ربما هذا الاستغلال ديال الحق اللي شاري من عند خواتاتك؟ لا، هادشي اللي باغي هو. لا، ولكن انت واش كيجي مثلا كيدخل هنا؟ لا لا، عمرو ما جا عند الدير بجهود جيراني، بجهود جيراني راه ما يقدك 20 مره ولا اللي باغا تشهد ليا بلا كارت ديالها بكلشي، لا من ما هاد السيد عمرو ما جا عندك، ما عمر كريتي انت وليداتك كتدخلي وتخرجي. انا هاد السيد شرى، ما عرفت واش شاريني انا ولادي ولا شاري حقوق تمي وحقوق خواتاتي، انا ما تفهمش ليا هاد السيد، وناض دار بيا دعوه ودعاني ودابا محني، تمحنت ولكن عندي الله سبحانه وتعالى. دابا ما شي 5 ايام هادي ولا 6 ايام ولا سيمانه جاتني استدعاء بانما الدار غادا تباع في المزاد. الدار دابا هاد الدار اللي كنتكلموا عليها حنا هي السفليه؟ هي هاد السفليه غادا تباع في المزاد، فيها جوج بيوت، بيتها هو عايشه فيه وبيت راه مسدود، والكوزينه هادشي اللي فيه 50 متر. وانت دابا درتي شي تعرض؟ درتي شي حاجه لهاد الحكم؟ ما درت حتى شي حاجه، ما درتها. ولكن علاش ما درتيش تعرض يعني؟ وقتاش غندير التعرض انا؟ ما في خبارك والو؟ ما في خباريش، وما عنديش باش غندير التعرض، انا ما عنديش باش ندير حتى محامي. انا راه جيراني اللي هازيني، جيراني اللي كيدقوا عليا ويجيبوا لي ما ناكل، ما خدامه ما ردامه، الدري هو معاق. عندك شي وثائق كدل على انك وريثه؟ عندي الحياه المدنيه ديال با، عندي الاراثه جدها،
وهادشي اللي دفعتيها للمحكمه؟ لا باقا باقا ما دفعتهاش. الا بغيت ندفعها للمحكمه خاصني محامي اللي غادي يوقف لي معايا وغادي يوريني الطريق وغادي. انا ما انا امي ما قارياش ما عارفاش، هذا هو المشكل ديالي انا وخوتي مسلمين. انت ما كتشوف الحاله، والله يصاوب يا ربي تصاوب الجميع. شنو كطلبي من الساده المشاهدين ومن الساده المسؤولين؟ كنطلب من شهاده الشهاده المسؤولين يشوفوا من حالي باش نعرف تاني تانا راسي شنو كاين. هادي راه دار با، واش لا تباعت الدار في المزاد العلاني؟ فين غنخرج؟ هذا اللي غادي يشري راه غادي يقول لي خرجي، غنخرج عند الباب وندير قيطون، ما عنديش فين نمشي، لا فاميلا لا خوت لا حتى شي حاجه سوى الله سبحانه وتعالى. ما عنديش فين غنمشي انا وهاد الدري، ولو تكون قاعد ديك على الفاميلا ما غيقبلوش ليا هاد الدري هذا. قلتي لنا عندك وليد اللي هو يعني معاق وفي حاله يعني ما كتسمحش على ان اي واحد يقبلك في السكن ديالك. اه نعم ها هو قدامك كتشوف فيه، ما عنديش اللي غادي يقبلني بهاد الدري انا. انا من الزنقه غندير قيطون في الروبة وصافي. هادشي يعني خرجي من هنا غتعيشي تشرد؟ تشرد غنتشرد انا وهاد الدري هذا. شحال في عمرو دابا؟ زيد في 83. 83 اه فاز زيد. ودابا خوتي المسلمين كتشوفوا من حالي، والله ينصر سيدنا. ورا اللي مكتبه لي شي حاجه راه تلحقوا. الا بقسم لي الله نخرج حوايجي الزنقه راه غنخرجهم، وربي يدير خلا واحد شحال نقول لكم. ما بين لي ما نقول، ما بين لي ما نقول، ما بين لي ما نقول، حرقوني اللي كيبكي فيا انا الدري. فغندي فغندي انا مازال نبات عند جارة ليلى، ونبات عند جارة الاخرى ليلى، ونبات في الزرقاء ليلى. الدري فغندي فغنبدل لي تاني الكوش ديالو، فغنبدلهم لي وراجل ماشي تدري صغير ولا دري صغير. ماشي مشكلة تبدلي لي ديري في حجرك وتبدلي لي حوايجو، راجل كي غديري لي فين غتمشي بيه؟ فين؟ وعند وحقي عند الله سبحانه وتعالى راه ما يضيعش. هادشي اللي كنطلب من خوتي المشاهدين والمسؤولين يشوفوا من حالي. خوتي المسلمين شوفوا من حالي، راه ما عنديش فين غنمشي اللي تبان ليا موحيلي. انا السيدة ما مستغلة لي والو، حتى شي حاجة ما مستغلاها. ما عمرو جا عندي ولا قال لي انا باغي نشوف اللي شريت ولا باغي ولا دق بابي ولا بشهود الجيران. دابا الا جا عندك مثلا وخيرك قال لك خذي شي بيت اخر من غير هذا البيت هذا تقبليه؟ نقبلو. يعني انت قابله جميع الشروط ديالو؟ انا طير لي طير لي عادي كل البلاصه حاشاكم مع دار الوضو نشدها، حيت ما عنديش فين غنمشي. انا كون عندي ما غنديرش مع هاد المشاكل كاع كلها، وما غنوصلش معاه للمحكمه يوصلني للمحكمه. كون عادي محالي، ولكن ما عنديش فين غنمشي والو. نسولك امي فاطمه، انت دابا كتقولي لي انك ارمله ما عندك حتى واحد، كيفاش كتعيشي؟ الزينه جيراني اللي داز شوفني بواقف انا وداك بارك، انا وداك الدري عند الباب يمد لي 1000 فرانك، يمد لي 400، يجيبوا لي 4 ديال السكر، باكيه ديال اتاي، شي يجيب لي لي كوشه، كلش كيجيب لي. والبارح عاد عطاتني جارتي 1200 قال لي زيري جيبي نصاصيه ديال القمح هي اللي كناكل فيها. واليوم ما عنديش باش نجيب الخميره، ما عجنتش. يلا نطيبها دابا بالراد ديال اتاي، يلا تشوفوا بلا خبز ولا والو، غناكلو نشربو انا وداك المعاق، ولا نخرج عند جارتي نقول لها عطيني خبيز. انا قلت لا كبار انا تحركت وتشويت. انا نقول لكم اخوتي المسلمين عيشوا واحد العيشه حمدت بها الله وشكرته. محدي باقا ساكنه وكنرقد، كاينش اللي كيدق عليا من ناحيه المعيشه، ولو ما ناكلش نطلب عاد غما ديال الخبز نجيبها لك الدري ياكلها وينعس حدايا. خوتي المحسنين شوفوا من حالي، شوف من حالكم الله سبحانه وتعالى. وهادشي اللي كاين اخوتي، ورانا كنضيع ولكن حقي عند الله سبحانه وتعالى راه ما يضيعش. وعاش الملك. وشوفوا من حالي خوتي المسلمين، شوفوا من حالي، شوفوا من حالي وديروا لي حل هادشي. انا الا خرجت راه ما عندي فين غنمشي، راه غندير قيطون لي قدام الباب غنديرو. هذا هو اللي عندي خوتي المسلمين، هذا هو اللي دارني على قلبي. اخواننا المشاهدين ومتتبعي قناه مغرب نيوز، كما شفتوا
الحاله صعيبه، الحاله ماشي سهله. الوضع اللي كتعيش فيه هاد السيده هذه يعني وضع يعني ما كيسمحش يعني انسانيا واخلاقيا لاي واحد انه يطردها من المنزل ديالها، يطردها من السكن ديالها اللي كيحميها اقل شيء من القساوه ديال الجو ومن صعوبه وخطوره الزنقه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هذا قضاء الله وقدره، ولكن ما يكونش داخل فيه غير الانسان. نرضوا بقضاء الله، عطاها الله ابن معاق يعني معاق ذهنيا ومعاق جسديا، لكن قامت به وكتحسن به حتى يقضي الله غرضه. غادي نحاولوا نشوفوا امي فاطمه ونديروا واحد الجوله على البيت، نشوفوا البيت كيفاش داير وبيت موضوع النزاع. ورينا امي فاطمه هذا البيت هذا كيفاش داير. المهم اولا هذا هو البيت اللي كتسكن فيه امي فاطمه، يعني بيت يعني ماشي شي بيت مثلا اللي هو كبير بزاف، بيت صغير على قد الحال. يلاه يهزها هي والابن ديالها كذلك. هذا كيف كنقولوا حنا السطوان والمراح، دار الوضوء، واحد الكوزينه يعني مخوده حتى هي غير من لاكور على ما كنظن، ولاكور نيت براسها يعني. لا اله الا الله محمد رسول الله. كاين شي حاجه كثيره مثلا شي دار مثلا اللي غادي تستحق ان الانسان، هذا باب مسدود ديال الاخت ديالها على ما كنظن، دار الوضوء. مي فاطمه اخر كلمه للساده المشاهدين. اخوتي المسلمين، الساده المشاهدين، انا ما بغيت والو، انا ما بغيت حتى شي حاجه، انا بغيت غير حقي. الى طاح لي سيدي ربي مثلا المخزن انا معاه ولا على راسي غنخرج، ولكن فين غنخرج اخوتي؟ ما عنديش فين غنخرج، ما عنديش. انا مازال برجليا هذاك الدري فين غندير؟ جيتي تبدلي لي ليكوش في الزنقه راجل، ماشي باقي دريري. دري ديري تحت منك وتدرقيه وتبدلي لي ليكوش. انا عايشه مع جيراني، ولا لا خاطيني جيراني، ولا لا خاطيني حباب، ولا لا خاطيني خوتي المحسنين. شوفوا من حالي، هادشي اللي كنطلب من عندكم اخوتي المحسنين. على هذا نقول لكم ان الله لا يضيع اجر المحسنين، واللي دار شي خير في الدنيا يلقاه في الاخره. والى هنا نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، والى اللقاء في لايف اخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.